موزيك فم الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. اليوم باش نحكيو على اضراب القضاة، الاضراب اللي بدا نهار 16 نوفمبر بعد وفاة القاضية الله يرحمها بالكورونا فيروس، وبعدها هي نهار لحد مد باسبوع اضافي لانه مطالبهم ما تمش الاستجابة ليهم. باش نبدا من اللي صار البارح، اللي كان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قال لازم تدارس الوضع الامني في البلاد بعد ما اجتمع مع وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية، وقال لازم التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات واعادة تشغيل مواقع الانتاج في البلاد. وقال غلق مواقع الانتاج ادى الى صعوبات في التزود بالمواد الاساسيه عند عموم التونسيين والاضرار بمصالحهم في الجمهوريه. الكل هذايا ما بين الاضرابات اللي موجوده، عنا اضراب القضاة اللي عنده جمعتين كاملين. هذاك علاش البارح نقابه القضاة التونسيين كانت ردت ببيان هكا مقتضب على صفحتها الرسميه على الفيسبوك، قالت ليس من صلاحيات النيابه العموميه اعطاء الاذن بفضل اعتصامات والتظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاي تجاوزات قد تحدث. وقالت النيابة تتدخل من ناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالأملاك والأشخاص لغير، وقالت مش من صلاحياتها أنها تنسق لفك الاعتصامات. والنيابة العمومية من أهم جملة زادة في كل محاكم الجمهورية منخرطة في إضراب منذ أسبوعين. هنا باش نحكيو على النيابة العمومية والقضاة، ساعتهم جوجي بارتي في الموضوع هذية. قبل ما نرجع له إياد من بعد السؤال هذا، اللي هما نجم يكونوا هما القاضي الحكم والخصم في نفس الوقت، باش نحكي على مطالبهم اللي فيها برشا مطالب مادية وخاصة زيادة في الشهرية والكل. محمد بوستة وزير العدل كان تحدث في أول الجمعة وقال برشا كلام. قال أول حاجة أنا خاطر قالوا له أنت أو قبل كل شيء أنت قاضي، خاطر هو في الأصل قاضي وتعرف مشاكل القضاة، يعني نورمالمون تجي معاهم ودافع عليهم. فكان قال هو سامع فوش مازلنا ما سمعناش. مش نقول لك شنو قال، تو باش نعطيكم وزير شنو قال. عطيتنا استنتاج قبل ما نسمعوا. لا قلت لك هما قالوا له انت قاضي، معناها كيفنا نورمالمون تجي معانا وتفهم وتحس بوضعيه القاضي، انت قاضي عندك سنين وسنين. نسمعوا شنو اجابته فيما يتعلق بانه هو ديجا وزير. تعرف انا بالنسبه لي انا ما يهمنيش ولا يهمني، انا قاعد في منزلي بصدد النوم وقالوا لي انت وزير، لا تذيلت لمشيت لطلبت، أقولها صراحة. أصروا على ذكر كلمة أجر ومنحة في الاتفاق، هذه هي رأى. أما ثم تمديد لتهيئة الميزانية إقامة العدل بداية من أفريل 21 لتهيئتها للعام الموالي، وقالوا ثم حتى هما طرحوا قالوا عملنا مثلا ذكري فيه كذا كذا في جان في 2022 كيف نعمل الميزانية مش موجودة. ولا هنا حكايه قالك انا في منزلي بصدد النوم، اول مره نسمع والله. اي قال انا بمنزلي، كان في لجنه التشريع العام في مجلس النواب الشعب، انا في منزلي بصدد النوم. ريت كيفاش تبع انت بهاش قال فوت وقت حق والله ما كنتش في بالي ما انتبهتش. ميرسي هجر ولا ميرسي مازالش زدت اخو اكستري اخر بيان سور. هذا قال لك انا كانكم على الكراسي لعبه الكراسي ما تهمنيش، انا قاضي ونخدم خدمتي كما يلزم. وهذه باش نعطيكم ما انا نصحح على ديكري على ميزانيه 2022 اللي مش موجوده، انا ما نصححش عليها. كيف قال بالنسبه لزيدوهم في الشهريه، قال انا شهريتي كيف وقت لي انا قاضي، واليوم فما ناس اولى اللي هما البطاله. سلطة قضائية واستقلالية ودرجتيزي من الواحد تتعاقد مع الدولة وتكون خاضعة للظروف. الأولى أن ينتفع بهذه المناطق المهمشة بلوس ولا يتمتع بها القاضي اللي مثلي أنا يأخذ 3 مليون و500، أنا أولى نتلهاب بالبطال ولا نتلهاب بالقاضي. البلاد في مثل هذا الوضع تتحمل كما قالت تلميذتي في الحقيقة 2 ملايين زيادة. شوفوا وضع البلاد كوفي، هك تشوفوا أنتم الميزانية شو أحوالها اللي مفيها بالدور، وضع اقتصادي الناس من الشمال الجنوب مسكرة ولايات عامل حالة. وعلى كل حال هما بطال ما يخدموش، طالت وبطال يطالب بالخدمة مش كيما واحد شهر 2.5 و3 مليون و3.5 يقول لك زيدني هيك تاكل وتشرب انت. والله لقيت باتماني انا لقيت باتماني محمد وزير العدل. والله ما وين كان يا ايه ما عرفوش. هذا اكتشاف من اكتشافات الميزانية ديما فما وزراء اللي نسمع بهم. كان في مناقشة الميزانية سي بوستة وزير العدل اللي يلقى في تناقض اللي يعيشوه برشا ناس، يكون في قطاع ينجم يكون يدافع على مطالب القطاع، ولكن تمشي من جهة أخرى وتشوف كراهات الدولة وتشوف الميزانية وتشوف الكاسة شنو اللي فيها، يتغير الخطاب، ولكن الناس اللي انت كنت معاهم القطاع متاعك
طبيعي ما يعجبهمش. وهذاك اللي صاير اليوم مع سيد زيد. سمعنا حاجه اخرى تو باش نسمعك الردود الفعل هذا سي محمد بوسته وزير العدل اللي كان كلامه ما عجبش القضاة جمعيه القضاة ونقابه القضاة رئيس جمعيه القضاة انس الحميدي كان ضيف ميدي شون هالاثنين وكان دار بينه وبين بوبكر النقاش هذايا فيما يخص الشهريه. نسمع هو قاضي ولكن انا ناسف انه قاضي يتحدث بتلك الصفه وذاك علاش قلنا فيه تجيش يدخل قاضي سامحني سيد رئيس اغلب القضاة يدخل قاضي جايين من المناطق المهمشه وكانه الزياده قاضي يدخل اليوم جديد يتم انتدابه قداش الراتب نتاعو في حدود 2500 دينار 2500 دينار كي اقصى رتبه ونطالب في اقصى رتبه من غير المنح خليني من المنح في الرتبه الثالثه اعلى رتبه اعلى رتبه في رتبه رئيس دائره في التعقيب 400. في 3500 دينار مش 4 ملايين يدفي هذيك تزيدها المنح ومحكيه وبلاش منح يبدا رئيس محكمه ولا حاجه يزيدوهم المنح الاخرين دونك بين 2500 3500 هذه من غير منح شهريه القاضي اللي هم يعتبروها شويه في بلاد كيما تونس. سؤال اخر هل انه القضاة هم موظفين ولا لا خاطر اذا كانش نعتبروهم موظفين عمومين فاني اقصى شهريه يظهر لي على خاطر بالنسبه للوزراء وكل ما هم شبه موظف مش موظف عمومي حسب ما القاضي اليوم نجم يخلص اكثر من وزير يظهر اي خاطر الوزير هي. شبه موظف قضاة بين شهريته كقاضي والمنح نتاعو ومثلا كي يبدا رئيس الوزير ياخذ 4050 دينار والنائب 3 ملايين و100 لا لا قداش في الكونت قداش يتصب له الوزير 4050 دينار تعرفها نعرف والنائب 3 ملايين و100 نتاكيكا النائب 3100 تقريبا معناتها وزير خير وزير خير باه اوكي ولكن قاضي كي يبدا قاضي وعنده مسؤوليه مثلا يكون مثلا عضو في هيئه مراقبه دستوريه القوانين يتجاوز برشا 5 ملايين اكثر من 5 ملايين نجم يفوت فوالا هذايا بالنسبه لجمعيه القضاة. نقابه القضاة اميره العمري رئيس نقيبه القضاة كانت حكيت زاده على خاطر احنا نقولوا القضاء هي السلطه هي السلطه الثالثه فانه هل انه ممكن للسلطه انها تضرب تتخيل انت الحكومه تجي تضرب ولا النواب يضربوا والله يا احنا جربنا كل شيء كان هذه الناس كان الحكومه تضرب يعني بعدها والله يجتمعوا المواطنين باش يحلوا اعتصام مثلا رئيس الحكومه مع صف القصبه والله هو مشهد معناتها سريالي معناتها سريالست صوروا انتوما سيد هشام مشيش في اضراب والوزراء وكل الحكومه في اضراب ويدخلوا عليهم لا مازال هذا شيء هذاك كل حكايه فارغه هذا قاعدين في القصبه مع بعضهم ويدخل عليهم الحاكم بالغاز والمتراك مانيفيك ما احلاها ارجع شد خدمتك حلوة دونك السلطة تضرب وإلا لا هذا سؤال الكبير وقال أنه بلاي سمحني ما محليني عندي خيال واسع ونيابة العمومية مقرفة ترش لحالتها تعطيهم تقول معي فازي خذوا راحتكم معهم ماني في هذا اللي تجاوب عليه السيدة أميرة العمري اللي تقول هو وزير العدل لو كان يهبط من برجه العاجي تو يعرف وضعية القاضي بالحق وتجاوب زادة القضاة السلطة والقضاة السلطة تضرب ولا لا ولأنه هم موظفين ولا تعتبر اللي هم مش موظفين عموميين وقع محاجتنا أن السلطة لا تضرب احنا قلنا لهم بربي كي ما عادش تستعملوا كلمة قطاع وما عادش تعملونا كقطاع وتعملونا كسلطة وترتبوا الآثار اللي هي تترتب عن القول بأننا سلطة أو معترف بها ومبوبة في الدستور وهي من بين السلطات الثلاث وتعطيه المكانة للسلطة القضائية لذلك راهو إضرابنا هو تنجم تقول حالة دفاع شرعي عن بلاد هذية أين حقوق القضاة أين حق الوطن في سلطة قضائية مستقلة بعيدة عن التشادبات السياسية قل لك أنا سامحني احنا موظفين عمومين مش موظفين عمومين هو هنا فما فرق جوست نحب نقول كلمه فما خدم وفما ديفوكاسيون كيما القضاء وقت انت تجي باش تخدم قاضي راهو عندك نورمالمون ايمان انك انت باش ترسي العداله على الارض في بلادك وقت اللي تخدم انت طبيب راهو زاده هي فوكاسيون نتاع الصحه بخلاف اللي انت جوست خدمه شهريه كيف المعلم والاستاذ راهي حاجه باش انت تعلم ورساله كبيره في الحياه اليوم هذيك زاده هي كيما الكومبونساسيون خاطر الانسان مش كيما اللي يخدم موظف عادي كيما اللي يعطي فما ناس ساعدتهم في خدمتهم وقت اللي تختار خدمتك من نوع هذايا راهو تعرف اللي هي فيها مخاطر وفيها شهريه من نوع هذا وهذا واليوم الاضراب مازال متواصل عنا اضراب برشا اضراب في برشا قطاعات من نوع هذا خلينا في الاضراب القضاء هو كان عندك خمسه ثواني اي خمسه ثواني هو الكلام اللي يقولوا فيه برشا صحه خاطر قاضي يحكم بالناس كما قلت انت سي فوكاسيون سي امبورطون اكبر من ما نتصورش كيفاش باش يحافظ على استقلاليته اذا الكريدي نتاعو ماهوش خالص واذا فاتوراته ماهيش خالصه واذا قرايه ولاده ماهيش خالصه نتصور مشكلتهم هو في التايمينغ
وقت اللي عندنا مشكله بنك مركزي وحكومه واحلين في معناتها باش يسكروا الميزانيه، نتصور المشكله مش معناتها مش في المطالب في حد ذاتها ولكن في التايمينغ. اي مشكله صحيح في التايمينغ، اما زاد وقت اللي انت في بلاد اللي هي سميق نتاعها 400 دينار تخلص انت قداش من مره 10 مرات قد سميق، راهو زاد نخزروا البلاد نتاعك انت تونس قداش، خاطر ما تقارنش بدول اخرى اوروبيه تخلص باللورو، ما تنجمش تقارن بالطريقه هذيك. في نفس الوقت راهم لي فوكاسيون هذوم باللي تخلصهم راهم ما تعطيهمش حقهم، الطبيب والممرض والناس اللي تعطي في من رواحها الخدمة هذوي. يعني تفضل انت جاي ما ختم. ما تجوز فيك 3 ثواني من با عندهم حق وانا نساند القضاة ما تشمع الوزير مش عاجبك الوزير اي عجبني محليه هي مع اما نساند القضاة انا نعرف عليش